مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مساحة جديدة للنقاش والحوار معكم على الهواء مباشرة في برنامج همزة وصل، للتواصل سواء مع حضراتكم أو كمان مع الخبراء والمختصين والمحللين. إذن يمكنكم التواصل والتفاعل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل، وهمزة وصل إي جي هو العنوان الدائم والرسمي الذي يمكنكم التواصل والمتابعة معنا على مدار الحلقة. إذن مشاهدينا، من أبرز أخبارنا هو خبر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل مصر بثلاث مليارات دولار في ترتيب مدته 46 شهر، وده بيمنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة تفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية. بحسب بيان للصندوق، فإنه الصندوق هيقدم لمصر 347 مليون دولار بصورة فورية، ومن المتوقع أنه يحفز البرنامج تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر سواء الدوليين أو الإقليميين. من جهتها قالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا أن مصر أظهرت مرونة في مواجهة أزمة كورونا، كما اكتسب الانتعاش الاقتصادي فيها زخم في سنة 2021. إذن مشاهدينا، يعني ده كان أبرز أخبارنا مع حضراتكم. هنبدأ معاكم دلوقتي حلقتنا في همزة وصل. ما فيش شك مشاهدينا الكرام أنه في ظل التغيرات المناخية اللي بتعاني منها مصر وبيعاني منها العالم كله، من هنا جاءت الأفكار ويمكن الأطروحات الكثيرة لمصر في وجود حل لاستخدام طاقات مفيدة وصديقة للبيئة، بدلا من استخدام الطاقة اللي يمكن بتأذي البيئة وبتأثر علينا بشكل سلبي جدا وبتحدث تغيرات مناخية كبيرة جدا. بنتكلم عن الطاقة النظيفة، الطاقة الجديدة والمتجددة، الطاقة الصديقة للبيئة. كيف توسعت مصر في استخدام الطاقات النظيفة والمتجددة خصوصا في الفترة الأخيرة؟ ده هيكون محور نقاشنا مع حضراتكم في همزة وصل، وسؤالنا هو كيف تتوسع مصر في إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة؟ يمكنكم التواصل والمشاركة معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تحديدا موقع فيسبوك وهمزة وصل إي جي هو المنصة الدائمة للتواصل معنا على مدار الحلقة. إذن مشاهدينا، ربما مصر اتجهت كمان لإشراك القطاع الخاص والشركاء الإقليميين وأيضا الدوليين واستخدام التكنولوجيا وتوفير يعني مرونة اقتصادية، ربما تقليل العبء الاقتصادي جراء استخدامات طاقة غير نظيفة، طاقات تؤذي البيئة. ده هيكون محور نقاشنا مع حضراتكم، لكن بعد ما نشوف التقرير اللي فيه مزيد من المعلومات عن سؤال حلقتنا، ونرجع على طول بعده نبدأ نقاشنا. جهود كبيرة تبذلها الدولة من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة، خطوة تعزز مساعي الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر. وتأتي تلك المساعي في ظل التحديات والتطورات التي تحدث عالميا والانتقال إلى الطاقة النظيفة قليلة الكربون والانبعاثات. وجاء مؤتمر المناخ COP27 ليكون حافزا ليس لمصر فقط بل للعالم للتحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية بشكل عام. في غضون ذلك، تواصل الحكومة جهودها لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية
في كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء وعلى وجه الخصوص الطاقة المتجددة. ويؤكد هذا التوجه الحرص على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة القادمة، والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات. هذا وتقوم الحكومة بالتعاون مع المستثمرين بمختلف المجالات، وبصفة خاصة بمجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة. إذن هي تحديات يمر بها العالم كله، بالتأكيد تمر بها مصر، لكن مصر في الفترات الأخيرة بالتأكيد زي ما تابعنا في التقرير قدرت إنها يكون ليها بصمة فيما يتعلق بترشيد استخدام الطاقات المؤذية للبيئة وإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة، الطاقة الجديدة والمتجددة، أيضا مشروعات الهيدروجين الأخضر وكل ما هو صديق للبيئة. إذن خلونا نقرب أكتر من نقاشنا وحوارنا، ينضم إلينا على الهواء مباشرة دكتور محمد كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير يا فندم. مساء النور. إذا دكتور محمد، وأنت مختص في الاقتصاد الأخضر، ويمكن ده هو النقطة الأساسية اللي بنتحدث فيها. إذا مصر تمتلك من الأشياء الطبيعية زي الشمس والرياح، إذا هي مصادر طاقة متجددة وطاقة نظيفة. كيف يمكن أن تستغل مصر هذه الطاقات في أنها توفر وتحد من العبء الاقتصادي اللي يمكن بيكون موجود نتيجة استخدام طاقات أخرى غير نظيفة وغير صديقة للبيئة؟ طبعا حضرتك الطاقات النظيفة احنا بنحب نسميها اسم افضل اللي هو الطاقة الخضراء، وده طبعا مصر تتمتع بمزايا عظيمة جدا من شمس ورياح ومصبات مياه ايضا، وبالتالي فرص مصر عظيمة. قدرة احنا من اعلى البلدان في العالم سطوع شمسي، وبالتالي المليون كيلومتر مربع مساحة مصر إذا أحسن استغلال الطاقة الشمسية فقط مصدر واحد من العديد من مصادر الطاقة الخضراء والطاقة المستدامة، المصدر الوحيد ده فقط يكفي إمداد العالم كله بالكهرباء. وبالتالي أنا دايما بقول يا جماعة نتفائل خير، إن شاء الله اللي قادم أفضل، وده كلام علمي وليس مجرد بس كلام نفسي. يعني حضراتكم انا بقول دايما وداعا للذهب الاسود مرحبا بالذهب الاخضر. كل مرحله وكل حقبه زمنيه بيبقى فيها الثروات بتتغير ومفاهيم الثروه بيتغير. الحقبه الماضيه كان طبعا مفهوم الثروه وهو الذي يحيد الذهب الاسود اللي هو البترول والفحم والغاز. المرحله القادمه سيصبح من يحيز الذهب الاخضر وهي الطاقات المتجدده هو الذي سيسود العالم ويصبح هو ان شاء الله من الدول العظمى. نعم. ومصر قادمه ان شاء الله في هذه المشروعات، لان ربنا حبانا زي ما حب الاخوه شقائنا الخليجيين بالبترول خلال 70 80 سنه اللي فاتوا. ربنا ادانا خير اخر وهو الشمس والرياح، وبالتالي هيبقى الخير اللي قادم لمصر هذه المشروعات. من خلال الطاقه الشمسيه، من خلال الرياح، من خلال تدوير المخلفات، من خلال مصبات المياه، سنستطيع امداد الاكتفاء ذاتيا بالطاقه، تصدير الطاقه الخضراء للعالم كله من خلال موقع مصر الجغرافي وهو ربط، الحمد لله الدوله بتشتغل عليه دلوقتي، ربط المشرق بالمغرب، من خلال اسيا، من خلال اوروبا، من خلال افريقيا. الكلام ده طبعا هيقلب مقاييس المنطقه العربيه المرحله القادمه ان شاء الله. وبالتالي بس لكن بنقول يا جماعه واحنا لان خلي بالك حاجه، الكهرباء مش فقط توليد تحويل الطاقه من صور اخرى، ده احنا كمان هننتج، عندنا التوسع مشروعات الهيدروجين الاخضر، والهيدروجين الاخضر عشان نحققه بيحتاج مصدر طاقه نظيف، فبالتالي اذا من يمتلك الطاقه النظيفه سيمتلك الهيدروجين الاخضر. والهيدروجين الاخضر بقول لحضرتك هو الذهب الاخضر القادم الذي سيسود ان شاء الله العالم.
طيب دكتور محمد، حضرتك دلوقتي ركزت على نقطة مهمة جدا، إنتاج الهيدروجين الأخضر، استخدامات الطاقة النظيفة، الطاقة المتجددة. يمكن هسأل حضرتك سؤال، مصر الحقيقة كان ليها خطوات مهمة جدا في اتجاهها نحو استخدام الطاقات النظيفة، يعني وإحنا بنتابع كده خلال مشاركة مصر وعلى هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ كوب 26 اللي كوب 26 اللي كان في جلاسكو، كان ليها خطوات مهمة جدا على أرض الواقع. يعني الخطوات دي كيف تؤهلها من وجهة نظرك لأنها تكون على الطريق الصحيح لاستخدام الطاقة المتجددة؟ حضرتك احنا بدأنا بمشروعات جيدة جدا زي محطة بنبان، بدأنا مشروعات تعميم بقدر الإمكان بناء محطات الكهرباء على المباني، بدأ برضو بعض الجهود في محطات الزعفرانة ومحطات الرياح، يعني في جهود جيدة. ولكن أنا بحب برضو نلفت النظر زي ما قلت لحضرتك، القادم كله هيبقى جرين إن شاء الله. حتى النهارده المحطات النوويه بدأ يفكروا ازاي يخلوا المحطه النوويه تبقى اقل انبعاثات، وبالتالي بيحاولوا يخلوا صحيح الطاقه النوويه لا تاخذ لقب جرين ولا هي طاقه متجدده، ولكن بدل تاخذ لقب طاقه نظيفه. ده برضه بالمناسبه يعني هنا في حته، في فرق بين الطاقه المتجدده والطاقه النظيفه. الطاقه النظيفه لها انبعاثاتها واثرها على البيئه اقل ما يمكن. الطاقه المتجدده اللي بتستمد مصادرها من الشمس او الرياح او اي مصدر، طالما الكون بيستمر الحياه فيه فهو بيستمر المصدر ده. دي كلها مشروعات مصر بقت تحط ايديها وتشتغل عليها. ولكن يا جماعه بقول برضو حتى لا نتوه عن مقصدنا او القدم الذي نسعى اتجاهها، الا وهي تعميق الصناعه الوطنيه في الطاقه الخضراء. هناك فرق كبير بين انتاج الطاقه وصناعه الطاقه. مصر في امس الحاجه الى صناعة الطاقة، بمعنى وهي ان احنا المحطات القادمة كلها سواء محطات هيدروجين سواء طاقة شمسية سواء طاقة رياح، يا جماعة بأرجو بقول لازم يكون لها نصيب تصنيع محلي لا يقل عن 40-50%. حتى لا ننجرف، احنا مش بنبحث عن ترند ولا عايزين نقول احنا بقينا أكبر محطات في العالم وكلها مستوردة. لا. طيب دكتور محمد، يعني وأنت أيضا مختص في مسألة الاقتصاد الأخضر، نحن نتحدث أيضا عن مشروعات خضراء، مثل ومن أهم المشروعات هو مشروع النقل الأخضر أو مشروعات النقل الأخضر. إذا شفنا مشروعات كثيرة الحقيقة صديقة للبيئة، شفنا إحلال السيارات بدل من أن تعمل بالبنزين تعمل بالغاز الطبيعي، شفنا أيضا القطار الكهربائي، شفنا كمان المونوريل، كل دي مشروعات نقل أخضر. إذا كيف تنظر لهذه المشروعات في كونها تحد من الانبعاثات الكربونية؟ المشروعات دي قدرت توفر لمصر حوالي 4 مليون طن محروقات سنويا، ما يعادل 10 مليون طن كربون كان بينبعث قدرنا نوفره او يقلل انبعاثاته للبيئه. طبعا دي مشروعات محترمه، وجميع مشروعات النقل الجماعي دي بتساعد في ده برضو ايضا جرين ترانسبورتيشن، حاجه فضلت تقول ده نقل اخضر. ومش كده بس، بالمناسبه احنا برضو عايزين نقول مشروعات مهمه جدا الدوله بتتحرك عليها، ولكن بنطلب اكثر ونطمع لاكثر المزيد ان شاء الله، اللي هي اعاده التدوير. بيسموه الاقتصاد الدائري، وده جزء من الاقتصاد الاخضر. الاقتصاد الدائري اللي هو اعاده تدوير جميع المخلفات بحيث نوصل للزيرو ويست. مش عايزين اي ويست في مصر، بحيث نقدر نقلل الاستيراد، نعظم الناتج المحلي الاجمالي والكفاءه الاقتصاديه، نخلق فرص عمل جديده. فدي برضو مشروعات ايضا بنطمح التركيز عليها المرحله الجايه. التحول السياره ده مرحله انتقاليه بلا شك، الغاز دي مرحله كبديل البنزين ده مؤقتا، لان اللي قادم كله يا اما هيبقى سيارات هيدروجين يا اما سيارات كهرباء. ولكن ده اخف الضررين للمرحله الحاليه، لكن دي مرحله انتقاليه برضو تشكر عليها الحكومه، ولكن هذا ليس الحل الدائم. طبعا التوسع في النقل الجماعي ده بعتبره من اهم المشروعات. انا ساعات بقعد افكر كوني من سكان القاهره، لو مترو الانفاق ده ما اتعملش والخطوط دي ما اتعملتش، انا اعتقد ما كانش القاهره اصلا هتمشي. كنا عاملين زي مومباي كده، كنا نبقى اعلى تلوث في العالم. هنبقى صحيح احنا مش يعني كنا هنبقى طبعا ترافيك جام ومشاكل مروريه وتلوث لا حصر له. فبلا شك مشروعات النقل الجماعي ومشروعات الكهربائيه دي عظيمه. بس زي ما بقول لحضرتك دايما، كل هذه المشروعات تشكر الحكومه فيها، لازم نرفع القبعه لكل الجهود دي،
ولكن بيقول يا جماعه احنا اتعلمنا، عملنا مشروعات بايلوت بروجكت محترمه جدا، القادم بقى نعتمد على ذاتنا. كان يعني زي ما المثل الصيني يقول لك ايه، لا تعطيني سمكه ولكن اعطيني صناره وعلمني كيف اصطاد. احنا الحمد لله عندنا نعرف نصطاد، فلازم اللي قادم زي ما قلت لحضرتك نبقى عندنا جزء كبير من التصنيع الوطني عشان نقدر نواجه التحديات، التضخم العالمي والقضايا الاقتصاديه العالميه. العالم كله النهارده اقتصاده بينهار، فمش هينفع اللي جاي كله استيراد، لا احنا عايزين تقريبا نعتمد على نفسنا ذاتيا بنسبه لا تقل عن 50% في كل شيء المرحله الجايه. بالتاكيد انا بشكرك جزيل الشكر دكتور محمد كفافي، وانت رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الاخضر، كنت معي على الهواء مباشره عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك دكتور محمد. اذا مشاهدينا من نقاشنا عبر الاتصالات الهاتفيه هنروح مع حضراتكم على طول علشان نعرف ارائكم وافكاركم اللي وصلت لنا عن سؤال حلقتنا النهارده على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تحت عنوان همزه وصل اي جي. خلوني على طول اقرا لحضراتكم بعض التعليقات. معانا أول تعليق من دكتور عبد الراضي حجازي بيقول لنا في رسالته: كل مناطق الوجه القبلي صالحة للمزارع الخاصة بالطاقة الشمسية ومن لوحات الطاقة الشمسية، وكل الوجه البحري يصلح للطواحين الهوائية خاصة الساحلية. لا شك أنه المكان بيحتاج لتنظيم، لكن الطبيعة هي اللي بتحتاج أن ننظم نفسنا عليها حتى لا نتكلف نفقات عالية، أقصد الأرض والمحطات اللي بتخدم مزارع الطاقة الشمسية. ونجحت مزرعة أسوان والمزارع اللي بتسقي الزراعة النباتية كان ليها فضل عظيم وتقويم في الزراعة في المناطق الصحراوية، وده طبعا باستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وسحب المياه الجوفية للري، وكمان الاهتمام بالطاقة الشمسية في مصر خاصة إنها تعتبر أعظم استثمار وكمان مستقبل عظيم. حافظ الله مصر والحكومة، ربنا يقويها على التنظيم في منظومة الطاقة المتجددة. شكرا لأسرة برنامج همزة وصل، بشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الراضي حجازي. معانا محمد علي غزال بيقول لنا: بالفعل الدولة المصرية دلوقتي بتتوسع في استخدام الطاقة النظيفة بعد ما كانت بديلة، دلوقتي احنا في طريقنا لأن نصبح نستخدم الطاقة المستدامة عن طريق إنشاء مزارع للطاقة الشمسية، عن طريق إنشاء مزارع أيضا لطاقة الرياح. حتى المركبات دلوقتي بعضها أصبح يعمل بالغاز الطبيعي، وفي الطريق أيضا أن يتم صناعة سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية. كل ده الهدف منه أننا نحافظ على البيئة من التلوث ونحافظ على صحة الإنسان. إذن مشاهدينا، يعني يمكن ده كان تعليق آخر. هنتابع معاكم تعليق من محمد إناوي عاشور بيقول لنا: ما تتمتع به مصر بموقع جغرافي متميز أفرو أسيوي بمناخ وطقس معتدل جاف طوال العام، ده بيتيح إنتاج طاقة شمسية نظيفة وطاقة رياح وتصدير للغاز وزيادة عائد استثمارات دولية وتعاون مشترك. علشان كده بشوف إن مصر بتتوسع في إنتاج واستخدامات الطاقة النظيفة لحماية البيئة وعدم التلوث وعدم حدوث احتباس حراري. طيب معنا كمان مشاركة من محمود الضوي بيقول لنا في رسالته: برأيي تتوسع مصر في إنتاج واستخدامات الطاقة النظيفة بالفعل. كانت مدينة شرم الشيخ مدينة السلام نموذج مشرف أمام العالم والزائرين وضيوف مصر. كانت شرم الشيخ بداية الطريق للتوسع في الطاقة النظيفة والطاقة الخضراء. ربما تعميمها في بعض المدن السياحية هيكون خطة استراتيجية لتعميمها على مستوى الجمهورية. نبدأ بالمحافظات، نعمل على استخدام الطاقة النظيفة في المحافظات والوسائل الخاصة بالنقل والمناطق الصناعية الكبرى والصناعات، وعندنا إمكانيات، عندنا قرار سياسي، عندنا عمل وتنفيذ لكل الخطط القومية. حفظ الله مصر وحفظ الله الوطن. يعني من التعليق ده مشاهدينا الكرام هنرجع مع حضراتكم مرة تانية نستقبل ضيوفنا من المختصين عبر الهاتف على الهواء مباشرة، وينضم إلينا دكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة. مساء الخير دكتور علاء. مساء النور يا فندم. يعني دكتور علاء وأنت أيضا مختص في اقتصاديات البيئة، يعني إذا مصر كان ليها خطوات مهمة جدا على طريق استخدام الطاقة النظيفة،
لو تابعنا كده اهتمام مصر بمسألة استخدام الطاقة النظيفة هنلاقي انه مش بس في مصر، الحقيقة مصر ابتدت تعمل مشروعات يعني خلينا نقول في الدول الإفريقية، خاصة الدول اللي بتقع على منطقة حوض النيل. كيف ترى الخطوات اللي بتبذلها مصر في طريقها نحو استخدام الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة؟ طيب يا فندم، هو في الحقيقه في البدايه عايز اقول ان اتجاه مصر نحو الطاقه الجديده والمتجدده هو جزء من استراتيجيتها ورؤيتها في الاتجاه نحو الاقتصاد الاخضر. يعني الاقتصاد الاخضر هي الهدف العام لاستراتيجيه مصر ورؤيتها، وعندنا الكلام ده واضح طبعا في استراتيجيه او رؤيه 2030، ان احنا مش بس فقط الطاقه الجديده والمتجدده ولكن ايضا ملفات اخرى كلها يتم حشد الموارد وحشد الطاقات علشان كله يصب في الاقتصاد الاخضر الذي فيه استدامه وفيه يعني تاكيد على حق الاجيال القادمه في اشباع رغباتهم والاستمتاع بنفس القدر من التنميه بان لم يكن افضل. طيب فلما يجي نتكلم حضرتك على الطاقة الجديدة ومتجددة في مصر، فاحنا بنتكلم على أن مصر بدأت الحقيقة في السنوات القليلة الماضية يعني طفرة، هنقول أن هناك طفرة وهناك قفزة كبيرة في استخدام طاقة جديدة ومتجددة، مش بنتكلم بس بالنسبة للطاقة الجديدة اللي احنا عارفينها زي طاقة الرياح، فدي زادت والحقيقة في مشروعات وفي بروتوكولات تعاون وفي مذكرات تفاهم وفي مشروعات بدأت من خلال كاب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي علشان خاطر زياده طاقه الرياح، واتعمل فعلا كذا مشروع. وايضا بالنسبه للبنبان والطاقه الشمسيه فهناك ايضا توسعه كبيره جدا، ولكن الاهم من كده ان مصر بالنسبه للطاقه الجديده بقى اللي احنا بنتكلم على الهيدروجين الاخضر، بنتكلم على ان ازاي يعني كيف يمكن ان ان ان, أن نسخر الطاقات الجديدة دي إلى طاقة مستدامة نظيفة انبعاثات كربونية أقل وفيها نقل تكنولوجيا عالي جدا من الدول المتقدمة إلى مصر، حتى يمكن أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة، لأن ما حدث في أوروبا في يعني أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية والإمدادات الغاز اللي توقفت و التحول الى بعض الدول الاوروبيه استخدام الفحم والوقود الاحفوري اكثر. فالحقيقه احنا في موقع ممتاز جدا الحمد لله ان كيف يمكن ان نحول ما حدث من نقمه في دول بعض الدول الى نعمه في دول اخرى، بحيث ان احنا في مصر بدانا مبكرا في التفكير وان يكون لدينا رؤيه ثاقبه، والحقيقه يعني غير السياسيه عندها رؤيه ان المستقبل في الطاقه الجديده والمتجدده. يعني احنا لما بنستثمر في الطاقه الجديده والمتجدده هو الحقيقه استثمار في المستقبل، لان يمكن ده كان هيكون سؤالي لحضرتك دكتور علاء، يعني مع استخدام مصر للطاقه الجديده والمتجدده وخصوصا مع نجاح مصر في استضافه مؤتمر المناخ كوب 27 ونظرة مصر وتصنيف المجتمع الدولي لمصر باعتبارها دولة رائدة على المستوى الإقليمي والدولي في الإصلاحات المناخية، خلينا نقول إذا بوجهة نظر حضرتك وأنت مختص في الاقتصاد البيئي، إذا حجم الفرص الاستثمارية والاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية الخضراء. طيب هو احنا الحاجة المهمة جدا ان احنا لما نبدأ مبكرا ونتعاون عن طريق التعاون الدولي مع الدول التي سبقتنا في هذا المضمار الدول المتقدمة، وان احنا ندخل معهم في مذكرات تفاهم وفي اتفاقيات جادة بآليات تنفيذ على ارض الواقع، بحيث ان احنا نقدر ننقل هذه التكنولوجيا والنو هاو المعرفة والتكنولوجيا الى ارض مصر، ونقدر ان احنا نؤسس هذه الصناعة بما لديها من بحث علمي وبحث وتطوير ونواحي كثيرة جدا، فنبدأ حضرتك خط جديد في العمالة والتدريب والكوادر الفنية، وإن مش بس احنا هنصدر طاقة وهنجيب عملة أجنبية، ولكن أيضا حضرتك بتبني جيل جديد واعي على درجة كبيرة من الخبرة والعلم، إن
ان هو يقدر يخش في هذه الطاقات الجديده والمتجدده. وده اللي احنا بدانا في جامعه عين شمس فعلا في كليه البيئه، ان احنا ابتدينا هذا الخط الجديد من الطاقات الجديده والمتجدده اللي نبدا فيها دراسات خاصه بنا، سواء بحث علمي سواء ابحاث لاعضاء التدريس او رسالات ماجستير ودكتوراه للباحثين. ليه؟ لان يهمنا ان احنا نتواكب مع هذا الخط الجديد في التكنولوجيا العالية جدا، ودي مهمة جدا. زي ما بقول لحضرتك، الاستثمار في المستقبل يبدأ بالتكنولوجي والبحث العلمي والمعرفة، وازاي ان الجامعات تتواكب مع هذا داخليا. فهي الحقيقة منظومة واحدة، كلنا بتتكامل المعالم بتاعتها عن طريق ان ما بين الدولة وقطاعاتها والتنفيذ على الأرض مع البحث العلمي. فهي الحقيقة كله حضرتك بيصب في اتجاه واحد، وهو كيف يمكن للدولة المصرية أن تكون مركزا إقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق الهدف الأكبر، ألا وهو أن نكون في مضمار التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. طيب دكتور علاء، حضرتك دلوقتي ذكرت نقطة مهمة جدا، انه مصر تعتبر دولة رائدة على المستوى العالمي في الاقتصاد الأخضر. اذا مصر كان ليها جهود مش بس داخل مصر، كمان في الخارج، زي ما شفنا توسع في مشروعات استخراج الطاقة من الشمس ومن الرياح، مشروعات كبرى في مصر وخارج مصر على مستوى الدول الإفريقية. أيضا حابة أناقش حضرتك في المشروعات اللي قامت بيها مصر مع الدول العربية، الدول الشقيقة، شفنا مشروعات في السعودية، شفنا مشروعات كمان في السودان وفي الأردن. انعكاس هذه المشروعات في التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة على الاقتصاد المصري. طيب، هو في الحقيقه فندم زي ما حضرتك تفضلتي، هو قمه المناخ كوب 27 اللي عقدت في شرم الشيخ كانت طبعا الرئاسه فيها الرئاسه المصريه للكوب. احنا كنا بنستضيف الكوب بالنيابه عن قاره افريقيا ال 64 دوله. عشان كده حضرتك كنا بنمثل النموذج يعني الذي تحتذى به كثير من الدول الافريقيه في التجارب بتاعتنا الرائده اللي عملناها. فالتجارب الرائده بتاعتنا في الطاقه الجديده والمتجدده وما ننتوي فعله ان شاء الله باذن الله في الفتره المقبله، فهي نموذج يعني كثير من الدول الافريقيه. واحنا شفنا هذا يعني ما حدث، ان كثير من الدول الافريقيه زارونا وعملنا معاهم برامج. يعني احنا عملنا مثلا برنامج سفراء المناخ للاشقاء الدول الافارقه عشان خاطر يشوفوا ماذا نفعل في قضيه التغير المناخي وكيف يمكن التعامل مع تداعيات التغيرات المناخيه الى اخره. وشفنا حضرتك برضو مع التعاون مع الدول العربيه الشقيقه ان احنا بنعمل ازاي مشروعات كثيره جدا معاهم خاصه بالطاقه الجديده المتجدده. ليه؟ لان برضو من المهم جدا حضرتك ان احنا نتبادل المعارف ونتبادل الخبرات والدروس المستفاده، ما نجح منها وما لم يعني ينل قدر من النجاح، لان احنا بنتعلم من النجاح وبنتعلم من برضو الدروس التي يعني ما كانتش ايجابيه قوي. ليه؟ لان ده جزء من ان احنا بنعيد حساباتنا وبنمشي في الطريق الصح عن طريق التبادل المعرفي. بالتأكيد. أنا بشكرك جزيل الشكر. وصلت الفكرة دكتور علاء سرحان، وأنت أستاذ اقتصاديات البيئة، كنت معي على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا لك دكتور علاء. إذا مشاهدينا، ينضم إلينا أيضا على الهاتف على الهواء مباشرة دكتورة نعمة الله عبد الرحمن، رئيس قسم البيئة بالأهرام. مساء الخير دكتور. دكتور، يعني احنا بنتكلم عن تجارب رائدة قامت بها مصر في مجال استخدام واستبدال الطاقات غير النظيفة بطاقات أخرى صديقة للبيئة. بنتكلم عن مشروع يعتبر من المشروعات الهامة جدا اللي قامت بها الدولة المصرية. حابة أتكلم عن مشروع بنبان في أسوان. المشروع ده يعني ركزت فيه الدولة على إنتاج 32 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية من المصادر الطبيعية. كيف تنظري لأهمية هذا المشروع والعائد منه؟ طبعا محطة بنبان الشمسية دي تعتبر أكبر رابع محطة على مستوى العالم. قام بإنتاجها أو بتصميمها أو تنفيذها نقول 32 شركة مشتركة فيها لإنتاج 1465 ميجا وات.
المستهدف منها مستقبلا ان في 2050 تصل لاعلى مستوى ليها. وفي حاليا بيدرس انشاء محطه اخرى في منطقه فارس على غرار بنبان باسوان. طبعا محطه بنبان بتعتبر ساهمت في اديت فرص عمل كثيره، كان في 10,000 فرصه عمل، وكان في من المجتمع المحلي امكن ان هم يتوظفوا في هذه المحطه، يعني كان ليها دور اقتصادي بيئي في مجال الطاقه، وفي نفس الوقت ليها جانب اجتماعي. نقدر نقول ان محطه بنبان هي الانطلاقه اللي مصر تقدر تحقق بيها الطاقات النظيفه، وممكن تكرارها في افريقيا، وخاصه ان مصر عامله مبادره مع الامارات لانطلاق محطه الرياح بقدره 10 ميجا وات، وهتكون في افريقيا، وايضا مع انجلترا في مبادره عشان خاطر انشاء محطات طاقه جديده في افريقيا. كل ده بيدي نوع من الامتداد لدور مصر في افريقيا وفي وعلى المستوى المحلي. طب من هنا من الجزئيه دي دكتور نعمت الله، يعني من الجزئيه دي هسال حضرتك حاجه، يعني حضرتك دلوقتي اتكلمتي عن فكره الربط بين مصر وكل الدول، اذا مشروعات الربط بين مصر، احنا بنشوف مشروع خاص بالربط بين مصر وقبرص واليونان، اذا فكره الربط، ربط مصر ما بين الدول الافريقيه، مش بس الافريقيه كمان الدول الاوروبيه، كيف يمثل هذا الربط من مشروعات متبادله؟ طبعا ده هيفيد، لان الشبكه، ربط الشبكه الكهربائيه دي بتدي فرصه ان يبقى في تنويع لمصادر الطاقه. انا اقدر ان في فتره بيبقى عندي اللي هي الذروه في دوله اخرى، وفتره الذروه في توقيت مختلف، فدي بترفع او بتخفف الاحمال عن الطاقات، وفي نفس الوقت التبادل بيدي فرصه لزيادة أحد أشكال الطاقة. أنا النهاردة عندي في طاقة شمسية بهدف إليها إن أنا أطور استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث إنها تمثل حوالي 45% من استخدامات الطاقة في مصر في حلول 2030. أنا ممكن أعوض إن أنا لسه ما وصلتش للرقم ده حاليا من خلال الربط، لو انا في عندي دول اخرى بتستخدم الطاقه الجديده والمتجدده اعوض ان انا اخد نفس الفرق في الاستخدامات من طاقه جديده ومتجدده. دي هتديني فرصه مستقبلا ان ممكن اوصل الطاقات، لما يبقى عندي في زياده في انتاج الطاقه الشمسيه ممكن اوصلها لافريقيا، اوصلها للدول العربيه. ممكن ان يساعد ايضا الموضوع دوت في توصيل الطاقه ايضا لجنوب اوروبا، خاصه الطاقه الشمسيه مصر تتميز بيها وطاقه الرياح. اذا هي عمليه ربط كهربائي شامل ومتكامل عن طريق الطاقه اللي حبانا المولى عز وجل بيها على ارض مصر. بس محتاج ان البنيه التحتيه في افريقيا تستعد لهذا، يعني بالتاكيد استعد، محتاج تطوير، لان في التقدم العلمي كل يوم في اختلاف، استخدامات تكنولوجيا حديثة فيما يتعلق بالبنية التحتية الخضراء. بالفعل أنا بشكرك جزيل الشكر دكتورة نعمة الله عبد الرحمن، وأنت رئيس قسم البيئة بالأهرام، شرفتينا يا دكتور على الهواء مباشرة. إذا مشاهدينا ده كان محور نقاشنا وحوارنا في ساعتنا على الهواء مباشرة في منصة للتواصل والتفاعل عبر همزة وصل. إذا مشاهدينا بالتأكيد غدا بإذن الله هنفتح مع حضراتكم موضوع جديد للنقاش والحوار في همزة وصل. إلى اللقاء.